3 كواب وربع طحين صح؟ صح. طيب كوب أو معلقة ونص خميرة، بيضتين وشوية فانيلا و150 جرام زبدة. هلأ للحشوة كوب سكر ونص كوب كاكاو، معلقة كبيرة قهوة سرعة الذوبان، وبالنسبة للوجه نحتاج نص كوب سكر، نص كوب طحين، 50 جرام زبدة، بيضة واحدة وشوية فانيلا. يلا 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 بينا. طيب شوف دلوقتي احنا هنعمل ايه. هناخد هنعمل العجينة. بصراحة لو عملناها هنضيع وقت كتير. فالعجينة هي زي ما هي مكتوبة، معلقتين بيضتين وثلاثة وربع طحين كده، بنعملها عادي زي ما بنعمل العجين. بس دلوقتي لانه في حاجات لازم تتعمل للوش، فخلينا نعمل الحاجات التانية. تمام اوكي. فالعجينة بنعملها وبنخمرها وبنسيبها وبنبتدي نعمل الباقي. عايزين دلوقتي الطحين والسكر، وعايزين 50 جرام زبدة، والزبدة لازم ما تكونش سايحة. اوكي. كيف بتعيري 50 جرام؟ معلقة تقريبا؟ لا، ال 50 جرام هو نص اصبع. انت صح صح صح، بتقسميها لل للقطعة كاملة عشان تعيري عليها. بس انا دايما بحب اقطع الزبدة كده وبعدين عشان اقدر اعرف بالضبط. بس لما بالنص بصير تعيري ربع او نص وهيك. تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل الفتات. بص هي فوق ازاي في حاجات مقرمشة. فالقرمشة دي هي اللي هنعملها هنا دلوقتي. لازم تكون ساقعة قلنا، ما تكونش طرية ولا سايحة، لان عايزين نعمل الكرامز دول، الفتفتة دي. تمام. فهنعمل كده وبأطراف الصوابع، شايف ازاي كده؟ شايف؟ ده اللي احنا عايزينه. يبقى كده عندنا حاجات مكلكعه. مكلكعه مكلكعه. فتفيت فتفيت، هي عايزينها كده مفتفته. حلو. تمام خلاص، دي هناخدها ونخليها على جنب. دلوقتي عندنا حاجه تانية عايزين نعملها، ان احنا هنخلط السكر اللي عندنا. عندنا هنا السكر كوبايه، بس هو بصراحه انا لقيت ان الكوبايه كتير. يعني احنا لو عملنا يمكن نص كوباية سكر على تلت كاكاو يعني يدوب، لقيته هيقضي أكتر. يعني المهم هو العيار النسب كده. كوباية سكر، نص كاكاو، ومعلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. حلو. أوكي. هنحط كله مع بعضه. إحنا بنحط الكمية اللي إحنا ذاكرينها، واللي بيفضل بنشيله في علبة لما بنيجي بنعملها تاني بنستعمله، ما فيهوش حاجة بتبوظ. كويس. حلو كتير. وهي بتضل العيارات بجوز مع التجربة أكتر، يعني مش شرط العيارات تكون بالزبط. نفسها نفسها دائما بالزبط. صح؟ بالضبط. في كده وفي كده وفي كده. طيب هناخد دلوقتي الخلطة اللي عملناها اللي هي القهوة والسكر والكاكاو. يا سلام. كيف زبطت معي كيك مستطيل؟ برافو. تسوي بدك إياه. الحمد لله. الحمد لله. تسوي اللي بدك اياه، هو شكل القلب حب اذا بدك. ايوه. مع سهم وحرف. هي بس بتقف انه انا مثلا عايزاها مدوره، بس بتمشي ازاي باتجاهات النشابه يعني. المرق هو اللي بيحدد لك الشكل. الشوبك. الشوبك. خلاص هنحطها كده، نفردها بقى، نفرد دول. مش عايزين نحط كتير لانه مره حطيت كتير بصراحه طلع من الأطراف. من الجناب. فهنحط الكمية المعقولة، عشان كده بنقول اللي حيزيد بنشيله للمرة اللي بعديها. خلاص كده تمام. شيل ده علشان ما بقعش العجينة. طيب دلوقتي هنلفها زي ما بنلف السينامون رول. طيب نقفلها من الجناب علشان ما يطلعش شوية كده، لأن أنا حركتها قبل ما أقفلها، فدي النتيجة. فهنقفلها من الجناب عشان ما يطلعش حاجة. خلاص دلوقتي هنحاول بس شوية كده نمدها. خلاص كده وكده. وهنعملها ازاي دلوقتي؟ هعملها من النص كده تمام، وهبتدي أضفرها.
بس كده. يا سلام. وكده رايح على المدرسة تسوي لها جدولة. أيوة. كده ببرمها بس كده بالشكل ده كده اهو، وبجيب الصينية اللي هحط فيها وهحطها في الصينية. تمام. طبعا هي لسه هتخمر فهتعلى عن كده. حلو. بس احنا عايزين نجهزها عشان لما تخمر تلاقي ايه حاجتها فوقيها محطوطة وكله جاهز. يا سلام عليكي. فهناخد البيض اللي عندنا وهندهنها بالبيض. هذا اسمه الفن، هذا اسمه الدلع. الله يسعدك. دلعيها هيك بشوية بيض صفار عشان تحمر. إيه بقول لك، انا دايما العجينه دي بعملها على انها صاحبتي، يعني عاملها كويس هتديك احسن ما عندها. وبتاكليها بعدين صاحبتك وبتاكليها بالاخر. خلاص بقى معلش، ما كله هنعمل احنا بنضحك عليها في طول الاجراءات والخطوات وبعدين في الاخر ناكلها. طيب هناخد دلوقتي الخلطه اللي احنا عملناها دي وهنحطها على الوش. هنسيبها بقى طبعا تخمر شويه. طبعا لما تخمر هتعلى وهتملى الطبق كله. طيب هندخلها الفرن على درجه حراره كام؟ 180 بس، مش 200 زي البيتزا. ليه؟ لان انا عندي سمك في العجينه. السمك ده انا عايزاه يستوي من جوه. فعشان يستوي من جوه لازم ياخد حراره هاديه شوي شوي. البيتزا ما فيهاش حاجه، ف200 مش الحال. تمام. بنحطها في الفرن، بتطلع من الفرن بتبقى بالشكل اللي انتوا الحلزوني. يا سلام. يا سلام عليك. هلا بنشوف شكلها. بتبقى بالشكل ده. جاهزه؟ تمام. حطيتي شيء بالفرن كمان؟ عايز اطلعه دلوقتي. طيب